فرح كلياتنا تابعنا خليني اقول اسبوعين اللي مرقوا الهزه الارضيه اللي صارت الزلزال واللي حس فيه بعض سكان محافظات السوريه مع الهزات الارتداديه. البعض حس البعض ما حس، وبلشت الناس تتذكر طبعا تاريخ اللي ابدا ما نحابين نرجع نتذكره 6 شباط. طبعا هذا الشيء اثار كثير تساؤلات عند الناس، يا ترى رح نرجع نشهد مره ثانيه نفس القوه؟ رح يكون له نفس التاثير؟ وخصوصا انه في بعض المحافظات اظهرت تضرر ومنها حما. تمام. كمان سلمى خلينا نقول قسم كبير من الناس يمكن مثل ما قلنا نحن حسوا بهي الهزه وكان في نوبات هلع وذعر كثير كبيره، وهذا الشيء اللي المفروض نحن ننبه فيه انه نحن نعرف نتصرف، لانه الخوف اكيد هو له نتائج كثير عكسيه وكثير سلبيه. وللاسف هي الذكرى المؤلمه اللي كلياتنا عشناها بسوريا تركت عنا اثر سيء، لهيك لازم نعرف نتصرف سلمى، ولازم نعرف نحن هلا نحن شو ناطرنا، يمكن ان كان من التوقعات صحيحه ان كان توقعات بس إثارة الذعر والخوف بين الناس. ولهيك أكيد بصرنا نستقبل الدكتور نضال شقير، دكتور بالجيوفيزياء والزلازل من جامعة دمشق. يسعد لي صباحك دكتور. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير للجميع. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك دكتور. خلينا نبلش ونحكي باللي صار مؤخرا. هل هو زلزال؟ هل هو هزة أرضية؟ شو اللي صار بالضبط؟ يسعد صباحكم مرة ثانية. طبعا نلق الأرض ما دام تتحرك حول الشمس فهي تتنفس على شكل زلازل وبراكين، دليل يعني استمرارية الأرض، وهذا الأمر مستمر، يعني الزلازل راح تستمر ما دامت الأرض موجودة. يبقى عادتي على الإنسان إنه يكون يتخذ الإجراءات والوقاية، يبقى على الإنسان إنه يتخذ الإجراءات اللازمة للسلامة. طبعاً هو زلزال هزة، هي طبعاً الاسم زلزال، اللغة بالعربية نحن بنسميها زلزال. إذا الزلزال حدث في حماة منطقة، طبعاً هناك في عندنا إحنا زلازل تحدث على الفوالق والصدوع الموجودة حقيقة بكثرة في المنطقة. نحن عندنا الفالق المشرقي من البحر الأحمر حتى، طبعا المعلومات هي معروفة لكن راح نعيدها مرة ثانية، حتى تركيا، وهناك فوالق فرعية على هاي الفالق. هلق ما دام أن الصفيحة العربية تتحرك باتجاه الشمال والشرق، البحر الأحمر عم ينفتح بحدود 1.8 إلى 2 سنتيمتر سنوياً. إذا في هناك طاقة هائلة تتجمع خلال دفع هذه الصفيحة باتجاه الشمال. المحل الأول هو بتركيا، الصفيحة العربية، لقاء الصفيحة العربية مع الصفيحة الأنضولية. القسم الثاني هو عبارة عن الفوارق الموجودة على الامتداد، كمان هي بتتجمع فيها طاقة. عندنا نحن المنطقة التدمرية بتجمع فيها طاقة اللي فيها مجموعة من الصدوع والفوالق، فحدث على أحد هذه الصدوع الزلازل اللي حدثت من 2 أو 3 أيام، حقيقة كان كم كبير، أكبر زلزال كانت بحدود 5. طبعا التقديرات هي حسب المركز اللي عم يسجل، نحن رح نعتمد نتائج المركز الوطني للزلازل كونه أقرب إلى الحدث. إذا حدث حزتين كبار بمحلين مختلفين يعني متجاوزين عن بعضهم، وهناك هزات ارتدادية وتحريضية حدثت، كان في عدد كبير أكثر من 24 هزة خلال 2 أو 3 أيام الماضيين، لكن قدر الهزة عم يكون قليل، يعني اللاق الخمسة بتشعر فيها الناس وبتخاف منها، الباقية اللي هي 2.2 3.4 هي يعني خفيفة. لكن هذا مؤشر، طبعا كل صدع له خصوصية، يعني هناك صدوع حسب امتداد الصدع وعمق الصدع طول الصدع بيولد هزات مقدار معين، مثل هذا الصدع ما راح يولد الماكسيموم، ممكن يولد بحدود 6 درجات ماكسيموم، يعني 5.5 5.9، يعني ما في كثير خطر من هاي بالذات هذا الفالق، لكن انا عندي الفوارق الثانيه اكثر خطوره و يعني تحتاج الى انتباه اكثر. لذلك نحن بمحل يعني الزلازل راح تستمر ما دمنا موجودين. نعم. اليوم دكتور يعني مواقع التواصل الاجتماعي يعني قسم كبير منها بدل ما ينشر الوعي وكيفية التصرف بالزلازل كان في يمكن نشر لحالة من الذعر والهلع بين الناس انه نحن مقبلين على زلزال مدمر، مقبلين على يمكن حركات ارتدادية تسبب يمكن بدمار كثير كبير بالأبنية. خلينا نوعي الناس اليوم، هل ممكن التنبؤ فعلا بالزلازل القادمة أو بالهزات؟ وكيف ممكن نحن نتصرف بطريقة صحيحة لنحمي حالنا قدر الإمكان في حال حدوثها؟
هلا بشكل عام هلا موضوع التنبؤ، هلا حتى هذا التاريخ هناك صعوبة بالغة في موضوع التنبؤ، لا يمكن. نحن بنعرف هلا هاي الصدوع رح يحدث عليها الذات، نعم كل الجيوفيزيين بيعرفوا، لكن متى ستحدث الهزة أو الزلزال، كم القدر، أي العمق، ما حدا بيعرف، إذا ما عندي معلومات كافية. في توقعات، في مؤشرات، إذا أنا قد في مؤشرات، لكن المعلومات الكافية صعب حدا يتوقع. هل الهزات الارتدادية دكتور ممكن تكون مؤشر لزلزال مدمر؟ حقيقة هل ممكن تكون؟ حقيقة طاقة لما عم بصير في تفريغ، عم بصير تفريغ تباعا، نعم هلا ممكن تكون مؤشر لزلزال، لكن حسب، نرجع نقول حسب وضع الصدع. يعني هلا هاي المنطقة اللي حدث فيها زلزال بحماة، في عندي فارقين متوازيين، ما راح يكون عندي أكثر من 5.96 درجات بالماكسيموم، لكن مؤشر انه يحدث طبعا. هلا عم بصير تفريغ للطاقة، ممكن يتبعوا، يعني عمليا في ناس بيقولوا انه ممكن يكون هذا تفريغ للطاقة وما راح يحدث، لا العكس، انا بشوف انه مؤشر لاستمرار مثلا بوقت ما انه يحدث. مثلا بتركيا سبق هذا الزلزال الكبير اللي 7.8 عدد كبير من الزلازل، ما هيك، على فترة طويلة، لكن معروف ذاك الصدع كبير وممكن يولد زلازل بقدر كبير. نحن هون لا، هذا الأمر يعني ما بيخوف، هذا المنطقة بشكل عام ما بتخوف كثير، لكن الخوف هو طبعا موضوع الحديث، التواصل الاجتماعي وشو عم بيتنبؤوا الناس اللي عم تحكي، هذا الكلام شوية في مبالغة كبير، لذلك اللي بده معلومة بيرجع للمصدر العلمي، مركز الوطني للزلازل، محطات التسجيل، شو عم تحكي، اللي عنده خبرة ممكن يعطوا معلومات. طبعا في هناك يعني في مجموعة من الزملاء عم تقترب من انه ممكن يحدث عندي انا شيء، لكن حقيقة صعب انا اقول يوم يومين، لا في عندي فترة طويلة. بكل الحالات انا عندي وجهة نظر، اللي انا يعني رسائل الاهم، انه مفروض يكون في عندي انا وقاية كاملة قبل حدوث الزلزال. انا لما اكون بنيتي انا جاهزة اموري تمام، يحدث زلزال ما عندي مشكلة، تمام. اذا هاي نقطة هاي اللي راح احكي فيها بالتفصيل بنهايتك. طيب دكتور خلينا نحكي كمان عن نقطة تانية. نحن بنعرف أنه تركيا تعتبر من الدول الأكثر تعرضاً، نعم، للزلازل، لأن حضرتك مثل ما حكيت بالبداية يتقع عن تلاقي الصفيحة العربية مع الصفيحة. طيب خلينا نقول بشكل عام كمان هناك دول معروفة أنه هي تتعرض للزلازل، نعم. سوريا ليست من هذه، نعم، الدول، لكن الارتدادات عم بيكون تأثيرها كبير عنا عن غير دول. ليش نلاحظ بمناطق أكثر من مناطق؟ يعني مثلا الناس عم تقول لك هل تأثير الزلزال بيكون بالجبال أو بالبحر أكثر مثلا من المنطقة المتوسطة؟ أو خلينا نشرح هذا التفصيل، شو دخل الطبيعة وموقع المكان بالتأثير؟ ليش محافظة أكثر من محافظة؟ لا بشكل عام لما بيحدث زلزال عم بيولد طاقة هاي اللي عم تنتشر الأمواج بشكل كروي. هلا هذا الانتشار حسب مرور الموجة بالوسط، تمام؟ هلا لما بتمر الموجة بوسط قاسي بتكون السرعة عالية، لكن الاهتزاز بيكون قليل. هلا الخطر يكمن في نوع التربة اللي مبني عليها. هلا التربة الرخوية بصير هناك تضخيم للهزة، يعني الهزة عم تجي بمقدار معين، لما تكون على التربة الرخوية بصير عندي هاي السعة عالية، يعني فمعناته كل المنشآت مبنية على ترب ضعيفة ما راح تتأذى قولا واحدا. إذا حسب مسار الموجة والمكان اللي راح، لأنه عم تنتشر بشكل كروي، فحسب عادتي الوضع التربي السطحية اللي مبني عليها بصير هناك نوع من التضخيم للهزة الأرضية. فمفروض طبعا الأبنية تكون مبنية على منشآت على ترب أو على صخور اسمه صخر أساس. إذا هاي قضية أمر طبيعي إنه بمحل تكون تأثير كبير، بمحل يكون تأثير قليل. بس بكل حالات كان امتداد زلزال كبير، زلزال تركيا يعني وصل تقريبا للأردن بحدود 4 درجات زلزال تركيا، نعم، وتجاوز الحال ذاك. في انتشار طاقة هائلي، عمق كان بحدود 19-20 كيلومتر، ففي عندي أنا عمق كبير وقدر كبير، تمام، نعم. فأكيد بده يشكل خطر،
نعم. بس كمان اليوم دكتور مع كل شيء عم بيصير بمختلف أنحاء العالم من هزات أو حتى زلازل، هذا الشيء ممكن أو لازم يعطي دافع لكثير من المهندسين والأشخاص المهتمين اليوم بإنشاء الأبنية الحديثة. شو هي الخطوط العريضة اللي لازم يأخذوها بعين الاعتبار عند إنشاء الأبنية من نوع التربية اللي حكيت عنها وباقي التفاصيل حتى نحمي قدر الإمكان سكان هي الأبنية أو السكان بالمناطق المحيطة فيها من خطر حدوث إن كان الهزات أو حتى الزلزال؟ الحقيقة هو هذا السؤال الهام، يعني هذا من الأسئلة الهام، لأنه إحنا أنا بدي أسأل سؤال حتى جاوب. إنه أفرض إنه إحنا على عندنا معرفة إنه غدا راح يكون في زلزال الساعة 12 بقدر 5 درجات أو بعد يومين راح يصير زلزال، شو راح نعمل إحنا؟ شو راح نصرف؟ ما راح نصرف شيء، أكثر شيء ننزل من البيوت نقعد بالشوارع ونستنى ليصير زلزال، إذا كان قدره كبير ما تهدم الأبنية إحنا نتفرج عليها، مضبوط ولا؟ تماما. يعني حتى لو عرفت أنا ما عندي خيارات، لذلك يجب الشروط الواجب اتباعها قبل يعني بناء المنشآت. هاي الشيء الأهم، أنا لازم أبني على يعني لازم يكون في عندي أولا دراسة جيوفيزيائية وجيولوجية للموقع، دراسة تفصيلية لمعرفة طبيعة التربة اللي بدي ينبنى عليها، معرفة الصدوع الموجودة في المنطقة، الكسور، الفوالق، الفجوات، شو عندي أنا موجود بالمنطقة اللي بدي أبني عليها. لازم نبعد نحن عن الكسر الموجود أو الشق أو الفارق الموجود مسافة معينة. بعدين طبيعة التربة، مواصفات هاي التربة، خصائص هاي التربة، تصنيف التربة حسب الكود العربي السوري أو الكود العالمي، يعني لازم يكون في عندي تصنيف لها معروف أنه أنا بعرف. ولازم يكون طبعا هاي بقوم فيها دراسات الجيوفيزياء، يعني زملاء الجيوفيزيائيين اختصاص الطرائق السيزميه الجيوهندسيه والجيوكهربائيه بيعملوا دراسه وبيعرفوا طبيعه هاي التربه وبينعطوا تقرير للمهندس الجيوتكنيك والانشائي. طبعا كمان تصنيف التربه حسب يعني بيتم اختيار نوع التربه والعمق المطلوب. طبعا التربه صخر الاساس لازم تكون سرعه القصف فيه عالي بحدود 760 متر في الثانيه على الاقل. إذا ما عندي أنا صخر بينبنى عليه بده يختار تربة تأسيس، طبعا المهندس بيعرف الجيوتكنيك هذا الكلام، بس نحن الجيوفيزيائيين بيساهموا بمعرفة الوضع العام، وبينعطى رأي للمهندس المعني وبيتخذ القرار، ولازم يكون في عندي دراسة حتى عمق 30-35 متر، لأنه طبقة التجويف بحدود 35 متر، طبعا كمان المختصين ممكن ينزل العمق 50 متر أو 70 متر حسب المنشأ وأهمية المنشأ. كمان من الضروري معرفة الوضع الزلزالي للمنطقة، تاريخ الزلزالي القديم والحديث، إنه هاي التربة كم التضخيم بيصير، لما أنا بعرف إنه ممكن بهالمنطقة هاي يصير تضخيم مقدار معين صار المهندس بيعرف شو بده يتصرف. معرفة دور اهتزاز التربة اللي بده ينبنى عليها، التربة تنبنى على عمق معين المنشآت، فلازم كمان نعرف هاي المعلومة. طبعا يفضل إنه يكون عمق كافي للمنشأ، يعني العمق إذا ما كان في عمق كافي للمنشأ في إشكالية، حتى لو تكلفنا وصار في بناء وكذا المفروض يكون العمق كافي للمنشأ حتى يكون في أمان. إذا بشكل عام العمق لازم يكون كافي، التضخيم التربي لازم يكون معروف سلفا، إذا عندي كسور أو فوالق أو فجوات أو شقوق بالمنطقة حتى يكون في تصنيف التربي، إذا في دراسة مسبقة. هذا كل العالم عم يتبعه حاليا للوقايه من الزلزال. اذا ما اتبعنا هذه القضيه حقيقه نحن لسنا بمأمن، لسنا بمأمن اكيد. وهذا الشيء الاجراءات اللي تم التحدث عنها من سنتين طبعا وتحديث الكود السوري وصارت طبعا اجتماعات كثير بهذا الموضوع. شكرا لك المعلومات اللي اعطيتنا اياها دكتور اليوم، يسعد صباحك عن جديد. الله يبارك فيك. كل الشكر لك دكتور. تفضل اذا سمحتوا. هلا نحن تفضل نحن هلا مش مو من باب التخويف، هلا في هناك دورية زلزالية كل 250-300 سنة بيتكرر زلزال. حقيقة مثلا آخر زلزال حدث 1759 ببعلبك كان بحدود 7.3 درجة وعمل دمار لبلاد الشام بشكل كامل. يا ترى نحن هلا إذا ضفنا 1759 و300 الحد الأعلى يعني 2059، يعني نحن بيطور 35 سنة، مو من باب التخويف من باب تسليط الضوء، يعني بطول 35 سنة اللي ممكن يعني من هلق حتى 35 سنة ممكن يحدث زلزال لا سمح الله بهذا القدر. إذا حدث 7 درجات أو 7.3 معناتها راح يكون في دمار كامل. الله ينجي الناس يا رب ويتلطف. يجب يكون انتباه والالتزام بالشيء. كل الشكر لك دكتور وبقية نهار حلو لحضرتك.